اكتر من المتخصص في هذا الشان استاذ عبد الستار حتيته. استاذ عبد الستار مساء الخير يا فندم. يا مساء النور، ازيك يا استاذه؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. استاذ عبد الستار، النهارده احنا بنتكلم في 70 مرشح للرئاسه، مش بتكلم على الرقم لكن بتكلم على انه كنت تحدثت مع حضرتك في مداخله سابقه وسالتك هل تتوقع انه رئيس الحكومه الليبيه الحالي عبد الحميد الدبيبه ممكن يتقدم باوراق ترشحه، وكنت حضرتك قلت رايك في هذا الموضوع، وبالفعل فقد ترشح بشكل رسمي. ردود الفعل الليبيه ايه عن المترشحين للرئاسه؟ اعتقد انه طبعا معروف ان هناك المشير خليفه حبتر، وهناك سيف الاسلام الجدافي، وهناك المستشار عطيله صالح رئيس مجلس النواب، وهناك فتحي بشاغه رئيس وزير الداخليه السابق في الحكومه السابقه. نعم. نزول رئيس الحكومه الحاليه، رئيس حكومه تسيير الاعمال السيد عبد الحميد الدبيبه، تقدر تقولي انه لخبط الاجواء شويه، يعني لخبط الحسابات، كله قاعد يفرف ورقه تاني ويشوف ايه اللي ممكن يحصل في الفتره اللي جايه. طبعا تركيبة آل الدبيبة، رغم انه المفروض يكونوا كانوا متوقعين يعني انه ده ممكن يحصل. نعم كانوا متوقعين، لكن الغريب ان السيد الدبيبة انحاز لكثير من الوقت مع التيار الرافض لإجراء الانتخابات من أساسها، يعني كان يتمسك بضرورة وجود قاعدة دستورية، حاول أكثر من مرة في أكثر من مناسبة دولية وإقليمية أن يلمح إلى احتمالية تأجيل الانتخابات، لكنه وجد زخم كبير شعبي ودولي مع الانتخابات في موعدها. لهذا هو تقدم وترشح. وأريد أن أشير فقط إلى عائلة الدبيبة أو آل الدبيبة، وهم المدينة مصراتة، كانوا في عام 2011 تقريبا نفس الغموض ونفس الربكة اللي بيعملوها مع التيار المدني والتيار الإخوانجي. في 2011 التقارير الغربية كانت مش فاهمة الناس دي بتشتغل مع الإخوان ليه، هم رجال أعمال ورجال بيزنس وما لهمش في التيار الديني المتشدد الإرهابي. ومع ذلك كانوا بيحاولوا يفسروا الموضوع، فلقوا أن آل الدبيبة لهم علاقات نسب مع شخصيات من الخليج، خاصة من دويلة قطر. وإن لهم بزنس كبير مع أطراف خليجية منها برضو قطر، ولهذا كانت المصالح تتقاطع، والتنافس أيضا ما بين عائلة الدبيبة أو آل الدبيبة وجماعة الإخوان المسلمين، وأبرزهم علي الصلابي القيادي الإخواني الليبي الموجود في قطر، وعلي الدبيبة الرجل الأعمال الموجود في تركيا. يعني حتى تقسيمة التواجد مختلفة، وفيها نوع من التنافس ونوع من التعاون أيضا. لهذا السيد الدبيبة خلال الأسابيع الماضية لوحظ أنه يتعاون مع التيار الرافض للانتخابات، وهذا التيار يتبناه تيار جماعة الإخوان. ثم فجأة قدم أوراقه كأنه يخرج من سفينة الإخوان أو سفينة التيار الرافض للانتخابات، ويوافق عليها بشكل كامل بعد أن أعاد وكرر وقال أن هذه الانتخابات لن تجري، وأنها تفتقر إلى قاعدة دستورية وتفتقر إلى التوافق العام وأشياء من هذا القبيل. فتقديم الأوراق للمفوضية الانتخابات أربك الحسابات، وجعل كل الأطراف بما فيها الأطراف التي كانت رافضة للانتخابات، كل هذه الأطراف تعيد حساباتها مرة أخرى. وهو في الحقيقة قلل من الزخم الرافض للانتخابات، يعني كان هناك بعض الأطراف بقى خلاص دلوقتي بقى وحيدعوا الناخبين للتصويت نعم، وحيترتب عليه أن القوى المسلحة اللي موجودة في مدن كطرابلس وكمصراتة وكالزاوية سوف تتراجع، وسوف هي أيضا تقوم بمراجعة حساباتها، لأنها كانت تهدد باستخدام السلاح لغلق مقر مفوضية الانتخابات ومنع الانتخابات من أساسها. وبالتالي ترشح السيد الدبيبة يغير من موازين كثير من القوى حتى المسلحة على الأرض، القوى الميليشياوية، ويغير أيضا من ترتيبات السياسيين وتحالفاتهم في عموم ليبيا وليس في الشمال الغرب فقط. هل ترشحه بشكل رسمي وهذا كان متوقع، يعني حتى الراصدين للمشهد في ليبيا كان يتوقع أنه هيترشح في آخر لحظة، هل أربك الترشح زي ما حضرتك بتقول مجموعة المرشحين اللي كان فرص الفوز أو فرص الدعم من الشعب الليبي ليهم، هل أربك المشهد للمرشحين؟ أنا بتكلم مرشحين رئاسة.
يعني سواء نعم نعم خليفة حفتر نعم لأن سواء سيف الدم يعني يعني هو السيد دبيبة نستطيع أن نقول أنه صعد إلى المسرح السياسي والانتخابي بسرعة الصاروخ. هو قبل التوافق عليه من ملتقى الحوار السياسي الذي عقد أواخر العام الماضي ما كان لم يكن معروف. هو كان فقط رجل أعمال في نظام معمر القذافي وكان مسؤول في نظام معمر القذافي ولم يكن من رجال ثورة 17 فبراير. نعم. بالعكس يعني آل الدبيبة كان عليهم البعض من أفراد هذه العائلة يعني التي تعمل في البيزنس وكانت تعمل في النظام السابق. نعم. كان مرفوع عليهم قضايا وأشياء من هذا القبيل. يعني لم يكن أي من آل الدبيبة بمن فيهم عبد الحميد الدبيبة نفسه رئيس الحكومة الحالي لم يكن موجود على الساحة السياسية. فجأة السيد عبد الحميد الدبيبة بعد أن أصبح رئيس الحكومة بدأ يصدر خطاب شعبوي لكسب الشارع. نعم. عمل حاجة اسمها منحة الزواج، زيادة الرواتب، ضخ الأموال في المصارف لمنع الطوابير. كل هذه الأمور جمعت شعبية كبيرة له في وقت وجيز، ومع ذلك شعبيته ما زالت متواضعة لأنها تعتمد على أموال الحكومة وأموال الدولة وعلى وجوده في منصبه الحكومي. نعم نعم. طيب هل نقدر نقول أنه كده التكتلات أو الائتلافات من الناخبين، أنا بتكلم عن الناخبين، تحددت؟ هو إلى حد كبير يعني، لكن لابد من انتظار الطاعون. هي بس المشكلة الوحيدة التي تسبب فيها أو من المشاكل التي تسبب فيها سيد دبيبة، أعتقد أن معظمها سيكون في شمال غرب ليبيا، لأن الدبيبة لا تنسي أنه من مدينة مصراتة وهي مدينة يعني كبيرة وفيها ميليشيات كثيرة وفيها رجال أعمال كبار وفيها مرشحين أيضا للرئاسة كثر. يعني هو صراعه سيكون مع أبناء جلدته من مدينة مصراتة أكثر من المتنافسين الآخرين. ما هو ده اللي أنا عايز أسمعه، الوضع الوضع تمام فلابد من انتظار الطاعون. طبعا الطاعون مفروض ينتهي فترة استقبال الطاعون يوم 27 يعني بعد حوالي 5 أيام. نعم. ثم تبدأ اللجان القضائية أو الجهات القضائية في النظر والفصل في الطاعون بحلول يوم 30 نوفمبر. ثم بعد ذلك الاستئناف في الطاعون، لأنه ممكن مرشح يطعن ضده ويعود يعني يقول لا ما حصلش وبتاعه. فيوم 3/12 حيبدأوا يسمعوا الاستئناف في الطاعون، ويوم 6/12 حتنتهي عملية الفصل في الطاعون وتبدأ بقى العملية الانتخابية. وقتها ممكن الصورة تكون وضحت ونعرف مين حيكمل ومين حيطلع من السباق. صحيح صحيح. شكرك فندم، شكرك، شكرا جزيلا.